شيخ، هذا سائل يقول: التعليم في بلدنا نوعان، إما مدارس على العقيدة الأشعرية، أو مدارس يعلمون الأولاد والتشبه بالكفار، يعلمون الأولاد التشبه بالكفار وعلومهم وأفكارهم، فأي المدارس نلحق بها أبناءنا؟ الحقوهم بالمدارس الأولى وعلموهم العقيدة الصحيحة، وبينوا لهم أن العقيدة الأشاعرة والماتريدية أنها غير صحيحة وأن فيها خلل، بينوا لهم هذا. نعم.